عودة معكم مشاهدينا بالفقرة الثالثة والأخيرة مكملين بشهادات الحياة، ومعنا ريما أبرسي. حايك، صباح الخير ريما. صباح الخير. ريما حضرتك معنا اليوم بالبرنامج لتحكينا عن خبرة شخصية، وهي كتير يعني خبرة انتيم إذا بدك. هي حضرتك فقدت زوجك مارون حايك مش من زمان، من فترة قصيرة، ولتخبرينا لنشهد لمارون لحياته كيف كان عايش مع الرب. الحقيقة مارون هو كوافور فاتح صالون بمنطقة عنتورة كسروان، وكان مغروم بالرب لدرجة إذا بدك حول الصالون بالحقيقة لكنيسة. ما كان عنده هم غير يحكي عن يسوع ويحط تراتيل كل الوقت. عايش حياته مصدق كتير 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 الرب. نعم، وكان بالصالون مثل ما ذكرت، يعني انا شاهده كان كل الوقت ما عنده شيء الا يبشر، كان صحيح، اخذ البشاره على عاتقه، وكل همه انه كل الناس بده يبشرهم عن الرب يسوع. حتى في ناس اوقات يمكن بتنزعج، اوقات بتنبسط، اوقات بتحب تسمع، اوقات في ناس انه لا ما على بالهم، مظبوط، يعني حتى ما كان يهمه انه يخسر زبون ويوقف حكي عن الرب يسوع. مظبوط. كان يقول لي الرب مثل ما هو بعت زبونات هو قادر يرجع يبعث لي غيرهم. يعني ما كانت الأمور المادية همته بقد ما كان همه كل الوقت يكون عن جد رسول الرب. نعم، خبرينا عن شغفه لمارون مع الرب، كيف كانت علاقته فيكم بولاده؟ يعني إذا بدي أقول بالنسبة للأرض ما بقى كانت رفع كتير، يعني آخر فترة، آخر كم إذا بدك وآخر كم سنة، بس بالتحديد آخر شهرين صرت وصلت لمحل حس إنه أنا ما بقى كتير عم بفهم عليه، إنه كأنه هو بمال وأنا بمال. يعني حس حالي إنه أنا كتير أرضية بالوقت اللي أنا عن جد كمان بحب الرب، بس يمكن الرب كان عم بيعده، أكيد كان عم بيعده. طلبه بقوة بقوة ويصير يعني حيلا شغله صغيره يقول لي عم، طب انه هذه حتى امور انه حياه عاديه ولازم يعملها، لقى انه مش مكترث فيها. يعني نعم، وخبريني كيف كان هو عامل هيدا دور البي الصالح يلي كان يعني اي وقت فراغ دايما مع اولاده عم بيخبرهم عن الانجيل، عم يبشرهم، بخبرهم قصص العهد القديم كلها. يعني اليوم اولادي كني بعمر صغير، عندك ابن، يعني بوجه لهم تحيه لاولادك، حافظين الانجيل، حافظين قصص أنا العهد القديم. بالحقيقة شفت إيد الرب معنا بالرغم من الظروف الصعبة اللي مرقنا فيها. أولادي ثلاثتهم شفت فيهم هن العزوني قبل ما أنا الرب، يعني الرب عزاني فيهم. شفت تأثير البي فيهم، يعني كل اللي كان يحكيهم يا مارون عن يسوع مصدقينه بالفعل. يعني إذا بدك نهار اللحظة اللي صارت الحادثة كان بيهم مهتم فيهم، عشية عامل سبور وتحمم وعشاهم وعم بيلعبهم، واجا وقت النوم فاتوا ليناموا. فتنا انا وياه على الغرفه، شوي بيقول لي انه حاسس تعبان وهيك. لغايه لما صار الاكسيدان قدامنا صرخت وعيطت للولاد، صرخت. بيقوم بيجوا الولاد بيظهروا من اوضتهم بيشوفوا بابا بالارض، اكيد صاروا يصرخوا ويبكوا كتير، وانه مش هلا بابا، وعملوا الكريز الكبيره انه مش هلا مش هلا بدنا اياك تروح. نعم، رحنا على الاوبيتال بالامبولانس وهن اخذتهم الماما. بس جيت على البيت لعند الماما عم بيسالوني دغري وينو بابا، قولي لي انه صح. حطيت قالت لنا انه هو صح ما بو شيء. مسكتهم وحضنتهم قلت لهم انتم بتعرفوا قديش باب كان عنده شوق يروح على السما، وقديش كل الوقت عم بيخبرنا انه في راحه، في راحة أبدية، القعدة بمحضر الرب حلوة كتير. وأنتوا بتعرفوا إنه نحنا هالحياة اللي عايشينها يعني هي فترة ورح نعيشها. تفاجأت من ردة فعلهم، مسحوا دموعهم وقبلوا كل الحقيقة، وصاروا كل يوم عن يوم كل يوم عم بيمرق، كل يوم عم بيستشهدوا بأشياء، عم بيخبروني أشياء عن جد نابع عن إيمان. يعني ما كنت بتخيل أولاد صغار يكونوا لامسين الرب بهالقوة، وكأنه عن جد الاختبار لألهم ولألي. كأنه الرب هو حضنهم، أمين. هو بيهم، وهو بيعتني فيهم، وهو ما تركهم، ما بيترك صحيح حدا، صحيح، ما بيتركهم يتيمين، هن عندهم بي وبيهم معهم. عارفين بيقولوا نحن راح بابا، بس عنا هلا بابا أقوى منه وهو بيعطينا كل شيء نحن بدنا إياه، بالرغم إنه عارفين إنه اللي بدنا إياه نحن
مش كتير أمور أرضية، يعني نحنا بهمنا أكتر عن جد نعيش نكون خدام للرب، ما عنا غير هدف أبدا أنا والولاد الثلاثة. نعم ريما، يعني حضرتك أنت شخص بيحكي عن الرب بحماس، كتير بتحكي بحماس وما بتسكتي، بس أنا بعرف أنك اليوم يعني متأسرة لما كنت بهذا الموقف إنه بدك تحكي تشهدي عن زوجك. هي موقف كتير صعب، يعني ما بتنحسدي عليه أبدا، بس ولكن عم تقوي قد ما فيكي كرمال المشاهدين يستفيدوا من خبرتك، يفهموا لما نحن نكون عايشين مع الرب كيف شو بنعتبر نحن الموت. يعني اليوم وقت اللي خسرتي مارون، خسرتي قدام عيونك، شو قلتي لحالك بهاللحظة؟ خبرك أول ما صارت أول نعم. ما صار الحدث قدامي، لحظة اللي وقع جوزي بالأرض بالوقت اللي ما كان بشي، كل اللي قال لي إياه إنه أنا حاسس إني طالع على درج وتعبان، هيدا هو شعوري. أنا ما خفت، قلت له بدك نقوم نعمل فحوصات تخطيط، بركي في شي مشكلة. قال لي أوكي. وقف على التخت، وصل على الخزانة وقشط. بلحظة اللي قشط وقع على الأرض، بالحقيقة شفت انه الروح فارقت الجسد، لانه بذات اللحظة تغير لونه. بتذكر اني عن جد ركعت على الارض، ركعت حده وصليت، قلت له يا رب انت اللي قمت لي عازر من الموت، مش صعب عليك تقيمه. رجع هيك شي نكزني براسي، اكيد كلمة الرب ذكرتني قديك تقعد انا وياه بنقول اذا الانسان مؤمن ما لازم يزعل بس حدا تاني يفقد يموت، شخص. لانه مثل ما بيقول ماربولوس، نحن انا لي شوق ان اذهب، يعني نحن عنا شوق نروح لعند الرب ونكفي حياتنا معه. شعرت باني انا انسانه انانيه كثير كثير كثير، يعني عم بطلب، عم فكر بذاتي، عم فكر بحالي، بانا مشاعري، بالوقت اللي انا لازم افرح لانه هو راح مطرح ما هي شهوه قلبه. يعني الرب عزاكي بهاي اللحظه، صحيح. اعطاك يعني ذكرك انه مارون هي هي شهوه قلبه، وهيدا اللي كان عايش كل حياته ناطر هيدي اللحظه، ناطر لحظه اللي كان مصدق بيلتقى هالقد فيها. الأبدية، نعم كان مصدقها نعم كتير، يعني عايش كل حياته لإلها، الوقت اللي يمكن أغلب مشكلة العالم إنه مش مصدقين إنه في حياة تانية، في حياة بعد الموت. كان حتى تذكرت كان يقول لي بنهار القيامة، يعني عيد الكبير، نعم كان كل ما يقولوا المسيح قام يقول لهم وأقامنا معه. أمين. تذكرت إنه هو إيه وأقامنا معه، يعني نحن ما بيخلص إيماننا لحظة نقول إنه مات الرب وخلصنا، إيه بس نعم الرب قام وقامنا معه. هون نعم بتبلش، هون بتبلش الإيمان، نكون عن جد مصدقين الحياة التانية. نعم ريما، اليوم حضرتك شو بتحسي هيك هلأ؟ يعني قد ايه صعبة انه الواحد لما بيخسر المرأة، لما بتخسر زوجها بتخسر سند بحياتها. اليوم انت عندك ثلاث صبيان، يعني هن بأمس الحاجة، يمكن ماديا معنويا بكل شيء بحاجة لبي حدهم. اليوم ريما عندها هموم، عندها حمل على ظهرها، خبريني ريما هلأ كيف؟ انا واثقه انه ايد الرب معي على طول ولامستها. حتى اذا بدك بنهار الدفن كنت كل الوقت عم بردد اي عم تجي على راسي، بس انا ما كنت بالاول شاعره فيها، يذكرني الرب فيها ويقول لي انا قويه بالذي يقويني. ضليت رددها لحد ما فعلا شعرت اني انا قويه وقادره، مش بقوتي انا، يعني انا قويه بالروح اللي ساكن فيي. بضعف، بعدني بضعف كثير، بس بشعر بلمسة الرب معي، وبشوف قديش هو عن جد محوطني، وقديش عم بدبر لي امور، قديش عم بيكون في سلام بهالبيت، رغم انه الشيء اللي صار كثير صعب. بس في عم بشوف انه عن جد حتى عم بفوت بالولاد، يعني عم بيحكي مع الولاد، عم بيكونوا عايشين بسلام، بالرغم من انه كل يمكن البسيكولوج بتقلي بدنا ننتبه زيادة، ويمكن مع الوقت تتأزم الأمور، بس أنا عندي ثقة ومؤكدة بأنه الرب مش تاركنا. الرب عم بيعزيهم، وحتى هو عم يهتم بكل التفاصيل مظبوط الصغيرة والكبيرة. مظبوط. خبريني يعني هيدا التسليم للرب، هيدا الإيمان والثقة، هالقد واحد بيكون واثق بقلب هالقد مصيبة، هالثقة من وين تجي؟ منه بتجي، منه نحن روحنا، يا منمليه منه يا لا، هو نفخ روحه فينا وروحه اللي فينا هي اللي عم تشتغل. انا نهار اللي سلمته حياتي للرب قلت له يمكن انا ممكن كتير اغلط واوقع واضعف،
بس كلمتك بتعزيني، لانه قلت لي لما انا انتمي لخرافك اذا انا ضليت انت رح تدور علي، وعندي ثقه بانه اذا رح ضل ورح بعد الرب رح يرجع يضمني لخرافه. امين. ريما، اليوم شو بتحسي هيك حامله رساله من بعد وفاه مانون؟ بس توفى جوزي وحبيبي وكان مثلي الاعلى بالحياه وبالايمان، بما انه مثلي الاعلى تمثلت فيه، حتى كان دائما اذا بدك هيدي الغيره البناءه اللي حس انه جوزي على طول هو ببادر لانه يحكي عن الرب. كنا دائما البيت مفتوح واجتماعات صلاه وعزايم، والبيت على طول مفتوح لنحكي عن يسوع، بس كان دائما هو اللي بيباشر، هو اللي ببادر بالحديث. انا هذا الشيء اللي كنت انا افقد له، يعني انا كنت اقدر كون معه وعم نكمل وعم نحكي عن يسوع، بس ما كنت اقدر اقوم بالمبادره. اعطيت وعد قدام الرب انه رح كون عن جد رسولي لإله، وما بقى كثير فرقان اذا بدك معي من حالي، يعني شو رح يقولوا الناس اذا انا رح بادر وخبر عن يسوع، رح يستخفوا فيي. ما تتخطي هذا الخجل يمكن. ما بقى كثير رح تفرق معي من حالي، عارفه انه انا ما عندي دور على هالارض غير اني اكون رسولي لإله. نعم. أمين. هو رح يشكلني على طريقته. امين. ريما، اليوم انت كيف بتشوفي اولادك؟ شو برايك اولادك كيف هن رح يكونوا؟ تسأليني سؤال مع هيك تربيه؟ عم تسأليني سؤال يمكن اذا بجاوب هيك جواب مرات عم بنتقد عليه. عن جد انا ومروان كان دائما مسلمين انه يا رب هدول الاولاد هن اصلا امانه بين ايدينا، هن اولادك. ويمكن كلمة شوي خطرة، بس انه عن جد قلبي بيقول هيك، انا يا رب اذا اولادي ما رح يكونوا بالحقيقة خدام لألك، اذا بدك فيك تاخذهم من هلأ. ما بدي شيء من هيدا، يعني ما عندي اهداف ارضية، لانه مصدقة انه هيدي الارض فترة ورح نمرق فيها وبدنا نعيش بس للابدية. بدي اياهم يكونوا خدام للرب، وعندي ثقة بانه رح يستعملهم ورح يكونوا خدام فعالين بحق له. نعم. ريما، اليوم لو قلت لي نحن بنكون خدام للرب، الرب شو بيعطينا بالمقابل؟ فرح، سلام، راحة، سعادة. يمكن عن جد بالرغم من كل الظروف في شعور جوا سلام. يعني هلا كنا عم نشوفه هلا مع ماريو قبل ما حضرتك تصيري معنا، كنا عم نشوف شاب هيك مليان من الفرح. وانا بدي اقول لك شيء ريما، يعني انت قد ايه يمكن خسارتك كبيره، بس اليوم انا وقت اللي جيت لعزيكي انا كنت جايه منهاره، ولقيت قدامي شخص انا ما فيني اقدم له عزا لانه هو بعزه، يعني قدره عندك عزا بتقدر تعزي فيه ملايين العالم، ما انك بحاجه لعزا من الناس، اخدي عزائك من الرب. خبريني الرب كيف اعطاك العزاء. يمكن عن جد الرب بس تكون كتير بتقعد قعدات معه والقراءات ما بتكون كلمة الرب قوية وفعالة وبتتذكريها بأوقات ضعفك، يعني بس ترجعي تتذكري آيات مش بقوتك، يعني الروح اللي ساكن فيك بذكرك بالآيات، اللي إنه أنا إيماني مش مجرد كلام، يعني إذا ما رح يشتغل فيي وهالكلام كلمة الرب بتشكلني مثل ما هو بده. ومش قبلاني، مش نحن بنصلي بنقول يا رب لتكن مشيئتك، بس بالحقيقة قديش قادرين نتقبل مشيئته بحياتنا. وقت اللي بتحز المحظوظية بنرجع بنتنازل عن اللي تكن مشيئتك. صحيح. لا، ما رح نتنازل، أنا شخصيا ما رح أتنازل، رح أقول لتكن مشيئتك بكل الأوقات وبكل الظروف، وعندي ساعة أنه بوسط أي ظرف صعب رح أمرق فيه أو مرقت فيه رح تكون إيده موجودة معي. نعم. ورح يخفف إذا بدك قوة المشكلة اللي أنا بمرق فيها. امين. ريما، اليوم كان الابونا عم بيقول لنا انه اليوم جرح الموت هو جرح، يعني بضل موجود وبضل ينز، يعني ما بيقدر يتسكر الجرح، ولكن نحن بنتقبله لما بنصدق قيامه الرب يسوع وانه نحن اليوم. صحيح. عم ننتقل لعالم ثاني. خبريني قد ايه يعني الرجع بالقيامه قد ايه هو عن جد هو سبب العزاء. هو بالحقيقة بصير تصديق، يعني يا أنا مصدق أنه في حياة أبدية يا لا، وأنا بالفعل مصدق بالإيمان أنه في حياة أبدية، كرمال هيك أنا هيدي الحياة اللي على الأرض هي رح تكون مجرد فترة وقت بدي أقضيه، ولما أفهم أنه أنا دوري على الأرض بس خبر عن الرب
رح تهون كل المشاكل لحد ما اكون ناطره اني اوصل لل نعم الحياه الثانيه. ريما، اذا بدي اعطيكي هيك الكلام لإليك لحتى تخبري عن الرب، تفضلي. الرب عظيم رائع، بدي اقول له يسوع سوق لي قلبي انت، مشتهايا انت شوقي وطلبتي، مشتاق اكسر كل غالي تبقى انت انشغالي والمجدك اعيش. يسوع همسك ومش هرخيك، انا قلبي تعلق بيك، انت اللي انا هعيش ليك، بدموع هسجد عند رجليك والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يساويك. يسوع بختارك حبيبي، بسجد لك حبيبي، فيك بلقى الحياة، بختار أموت وتحيا فيا، ويقول لي كل مليا وأحدك تزيد. يسوع همسك ومش هرخيك، أنا قلبي تعلق بيك، انت اللي انا هعيش ليك، بدموع هسجد عند رجليك والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يساويك. امين 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 ريما. يعني ما في طريقه احلى يمكن انه الواحد يوصل للرب غير هيك بالتسبيح. قد ايه التسبيح بيعطيكي فرح؟ بشعر حالي اني انخطفت اذا بدك من هالعالم وانتقلت وعشت عن جد بملكوته بمحضر الرب. هي اكثر فتره بحبها بالصلاه، لما نكون تاركه كل الارضيات وقاعده معه عم سبح له وعم بشكره وعم صلي له. امين. يعني الرب هالقد بيعطينا فرح وبيعطينا نعم كثيره، وبيكفي انه تارك الروح القدس امين معنا امين وعم يشتغل بحياة كل شخص فينا، واليوم عم يشتغل مع اولادك. يمكن البسيكولوج وكل العالم الارضيه ما بيصدقوا انه في ولد تخطى موت بيو بهالسلام. هيدا ما يعني العالم الارضي ما بيقدروا يصدق هيدا الشيء، وحتى العلم ما بيتوصل ليصدق هيدا الشيء. فبيقولوا لك انه لا، يمكن هلا بعد شوي ببلشوا المشاكل، وما حدا عم بيصدق انه الرب معزيهم، الرب هو اخذ دور بيهم، هو بيهم وهو ما حسسهم ابدا انه خسروا شيء ابدا، وبعدهم فرحانين ومبسوطين ويعني من اطيب اولاد معقوله نشوفهم. يعني بنشكر الله على هيك عائله مقدسه عملت هيدا الدور وهي التربيه. مثل ما قلتي يعني هول اولاد الرب وامانه بين ايديكم. شو بتحب توجهي اليوم رساله للاهل من خلال تربيتهم لاطفالهم؟ على شو نركز اليوم؟ لكن الحياه وصلنا لعصر علم وصار في كثير دراسات وكثير طرق للتربيه، بس انا كتابي الاساسي هو كتاب الحياه، هو الانجيل. برايي هو مستوفي كل العلم. اذا بدك حتى العلم بعد ما قدر يوصل للي موجود بالكتاب، بس تكوني عن جد متكله على الرب ومسلمتي حياتك وطالبه منه الحكمه بانك كيف تربي اولادك، ويكون ما عندك هدف وحلم غير انه اولادك يكونوا لإله، هو منه لحاله بكل اذا بدك يمكن بكل وقت رح يتدخل ويقول لي كيف تتصرفي بهاللحظه. نعم ريما، اوقات كثير نحن عم نربي اولادنا بنسمع من الناس بنكون عم نعلمهم تعاليم المسيح وتعاليم عن التسامح والمحبه وهالاشياء، يعني كل القصص اللي علمنا اياها الرب يسوع. بنسمع ناس بيقولوا لنا انه ولو يعني بهالزمن وبهالوقت بعدكم بتعلمون هيك، انه لا علميه انه اذا حدا ضربه يفقعوا كف يضربه، انه ما تعلميه يكون هيك، يكون هيدا الحمل الوضيع. يعني هون شو بتقولي انت للاهل؟ هيك لا شك انه المربى فيه كثير كثير صراعات. يعني نعم.
هلا الرب بيقول لنا اللي ضربك على خدك الايمن دير له الايسر. مره صارت بين ولادي يعني نعم. عم بتخانقوا مع بعضهم، قلت لهم ماما ما بيسوى نضرب بعض. صار لك ابني الكبير يفهم ابني الصغير، يقول له انه مش هيك قالنا يسوع، انه اذا واحد ضربك انت ما تضربه. بس بالوقت ذاته كمان طالب من الرب انه الحكمه بالتصرف، يعني ما في الواحد يخلي كل الوقت ابنه بس عم بياكل قتله من دون ما يعلمه انه يطالب بحقوقه، اذا بدك يكون عن جد عنده هذه الكلمه القويه اللي قادره توقف المشكل بلحظتها. امين. يعني بنعلمهم انه يكبروا كمان بالحكمه. صحيح. القامه والنعمه والحكمه وكل هول الحقيقة الاساس. كلمه الرب رح تنمي فيهم لحالها كل 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 هيدي المبادئ اللي بنسعى نخبرهم عنها. بيكفي نخبر عن يسوع ونكون نحن قدر ما بنقدر، يعني نكون ثمار، تكون الايمان عم بينتج ثمار بحياتنا، رح يكون هذا الشيء لالهم كمان، رح نكون قدوه لالهم. أمين. كلمة الرب كمان رح تشتغل فيهم لو هن صغار. نعم امين. يعني نحن اوقات في اهل بيفكروا انه كلام الرب انه بركي مش على قياس الاولاد، انه بركي بس يكبر بيتعلم الانجيل، بيتعلم كلام الرب. وانتم عائله يعني مثال قدوه على انه ولد صغير بيقدر يكون واعي وفاهم الانجيل صح. هون دور الاهل. صدقيني الولد بيصدق حقائق مرات اكثر من الكبير. يعني الولد مصدق انه في حياه ابديه، مصدق انه يسوع اجا ومات وقام كرمالنا. الولد بس تخبريه قصص عن يسوع بيصدقها. الكبير صار العلم اذا بدك، او يعني عم بيكون في كثير اشياء مضيعته، ما بقى في هذه البراءه. في طفل اهون. نعم. يعني انت خاصه انه الاطفال هن بيمرقوا بهي المرحله يلي انه شو ما بنقول لهم هن ريسبتيف بيتقبلوا. صحيح. كل الحقائق. وهيدا هو اهم وقت انه نحن نربي اولادنا ونعطيهم اسس المسيح وتعاليم المسيح. بس بحب هيك انوه لشغله. نعم. انه نحن علينا كبيت مسيح نربيهم مربى مسيحي ونخبرهم عن يسوع ونعمل كل اللي بنقدر عليه، يعني كل المعلومات اللي بنعرفها قد ما قدر الامكان نعطيهم اياها ونفرجيهم المثل الصالح قدامهم. نعم. بس ما بدنا ننسى نقطة انه بالاخير الولد هو اللي رح يختار، يعني نعم. انا مش اذا انا خلقت مسيحي انا لازم ابقى مسيحي. نعم. الرب خلقنا احرار ونحن عندنا الحرية نختار اللي نحن بنشوفه صح. امين. كرمال هيك عندي ثقة بانه اولادي هن رح يختاروا يكونوا مسيحية. انا رح اعمل كل اللي بقدر عليه بقوة الرب مش بقوتي، بس بالاخير هن اللي رح يختاروه. امين. ريما، ريما في شيء بتحبي تقولي هيك رسالة أخيرة بتحبي تقوليها قبل ما نختم؟ بدي أشكرك أول شيء منال كثير على الفرصة اللي أعطيتيني إياها، و بدي أشكر الرب عن جد لأني عم بلمس وجودي بحياتي كل يوم كل يوم. إلهنا إله حي، إله اختبارات يومية. ما فيني خبرك عن اختباري بس امبارح انه جوزي توفى وايد الرب معي هلا. نعم. انا اختباري كل يوم اني عم بلمس يسوع معي بكل لحظه بكل دقيقه. بحيالها شغله صغيره عم بتصير معي. عن جد الهنا حي. امين. يعني عندي شهوه قلبي وصلاتي انه يجي يوم عن جد الناس كلها تختبر قوه الهنا انه هو عن جد موجود. امين. ريما بشكرك كثير انا على حضورك اليوم رغم ارتباطاتك مع اولادك وكل شيء بحياتك. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بشوفكم انا الاسبوع الجاي. باي باي.